قامت إحدى المدارس الخاصة بعمل فيلم قصير محاكاة لفيلم الرسالة، وذلك في ذكرى الهجرة النبوية، حيث أبدع الطلاب في تمثيل الفيلم وعرض سماحة الإسلام مع الكفار قبل الهجرة. تعالوا معا أعزائي المشاهدين نتعرف أكثر على الجهد المبذول في هذا العمل. طلال معوض، رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الخاصة في محافظة المنيا. حمد رضا، مخرج فيلم الرسالة ومسؤول مصلحة المناهج برئاسة المنيا البريطانية. كلمنا عن الفيلم، إيه الفكرة بتاعته؟ الفكرة هي فكرة إيه؟ محاكاة لفيلم الرسالة عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقت البعثة، وقت الهجرة للمدينة، وقت فتح مكة. فكرة مبسطة بحيث نوضح لهم إيه اللي تم والمعاناة اللي كان بيعانيها المسلمين وقت إعلان الدعوة، وإزاي قدروا يوصلوا الدعوة والمشاكل اللي واجهتهم واجهة رسول الله مع كفار قريش لحد ما تم فتح مكة وإعلان الدعوة في مكة. في الأول طبعا وضحنا لهم الشخصية، كل شخصية هيقوم بيها الطالب مكنونها إيه، عشان هو يبقى عارف التاريخ بتاعها، تفاصيل الشخصية ايه، كانت طبيعة الشخصية ايه في الوقت ده. وطبعا فرجناه على مقاطع من الفيلم الأساسي عشان يدخل يعني يعيش حالة الشخصية، وبدأنا نتدرب في الأول على اللغة، ازاي يتكلم بنفس اللغة اللي كانت موجودة في الفيلم، اللي كانت لغة عربية فصحى ولغة قوية على الأطفال، واتكلمنا بنفس اللغة اللي كانت موجودة في العصر ده. وبعد كده طبعا بدأنا بروفات تمثيلية لحد ما وصلنا للإنتاج اللي هيطلع لحضراتكم بإذن الله. مستر وائل ممدوح، أستاذ اللغة العربية بالمدرسة البريطانية. أولا أنا بحب أشكر مدرستي جدا 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 على الدعم المعنوي والمادي والدعم النفسي على العمل دوت فيلم الرسالة. كان المشاهد كان تصويرها صعب جدا، ولكن الحمد لله كان معانا فريق عمل قوي جدا، وطبعا من فريق اللغة العربية طبعا قسمي اللي انا اعتز بيه جدا، وكمان كان معانا فريق التصوير وفريق الاخراج والاعداد، كان كل الناس دول كانوا على قدر المسؤولية، وكان معانا طبعا اهم حاجة الممثلين والطلبة اللي تعبوا معانا جدا في العمل. كنا حاسين بان احنا بنعمل حاجه كانت مهمه جدا، والحمد لله اديناها بشكل كويس ورائع. وكنا خايفين، ولكن الحمد لله ربنا كلل مجهودنا بالنجاح، والعمل طلع كويس جدا. وبنشكر طبعا مديره النشاط عندنا في المدرسه الاستاذه مارتينا عوض، وهي كانت داعم كبير لينا جدا ده بجد فعلا. والحمد لله العمل طلع كويس جدا، وشكرا جدا لكل من شارك في هذا العمل. شكرا لحضرتك. الرساله ان احنا اولا احنا مش بنحكي تاريخ، لا، احنا بناخد عبره من التاريخ. اولا سماحه الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكه بعد كل الايذاء النفسي اللي لقاه الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه، وبرغم من ذلك عفى عن اهلها وقال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء. بكل دور في الفيلم او بكل مشهد في الفيلم كان بيوصل رساله للطلاب اتعلموا منها، واحنا نفسينا كمان اتعلمنا منها، فبالتالي ده كان حاجه مهمه جدا. شكرا لحضرتك. عجبني قوي التمثيل وظابطين كل الاداء، والفيلم لطيف ووقته كمان اللي هو مظبوط اللي هو الواحد ما يملش منه، وكان كل اداء كلهم كانوا حلوين قوي بجد، واتبسطت خالص من الفيلم. وصل ان الاسلام الدين تسامح وكلنا يعني نقدر نعيش مع بعض في سلام وكده، وان الاسلام هو رساله الحياه يعني ان الواحد يكون عايش في سلام وكده. انبسطت جدا طبعا، وانا متعوده من المدرسه ان هم طبعا بينموا كل حاجه حلوه عند الاولاد من مواهب من فنون، وبيدوهم الثقه دايما وبيدعموهم. لا ما شاء الله الفيلم أكثر من رائع. أداء الأولاد، ثقتهم بنفسهم، وقوفهم قدام الكاميرا بكل جرأة، وده متعودينه طبعا من مدرسينهم دايما بيدعموهم. الفكرة نفسها إن هم أحداث فيلم الرسالة بيعملوه بشكل مختلف، يعني بدون أي تقليد، بإبداع منهم كل واحد على حدة، يعني ما شاء الله جسدوا الفيلم بشكل جميل جدا في وقت قصير، لكن ادانا فعلا كأننا سمعنا الفيلم كامل بشكل احترافي. لا ما شاء الله، لازم طبعا نعرفهم قصة رسولنا العظيم في الدعوة وعن سماحة الإسلام ومع كل الأديان ما شاء الله كان ليهم دور طبعا
ان بيوصلوا رسالة الاسلام وسماحة الاسلام مع كل الكتب السماوية وكل الاديان. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. لماذا يقاعدونني؟ لماذا يقاعدونني؟ لأنهم يبقون اليوم علي. لماذا؟ هل كان علي أن أموت معهم في بدر؟ أنا ما نزلت بنفسي هنا، بل أنقذت أمايا قريش. كذب! كذب ربع عيني! كذب واحد! هل أحتاج لمن يذكرني أبي؟ أخي! عمي! هل أحتاج لمن يذكرني أبي؟ أخي! عمي! محمد، علي، حمزة، لا تغفري يا حمزة، لا تغفري يا قاطع القلب، سأقتلك يا قاتل أبي، سأقتلك يا قاتل عمي، سأقتلك يا قاتل أخي، سأصيدك يا صائد الأسود، عندما تموت سأمزقك. سأمزقك يا قاتل أبي، سأمزقك يا قاتل أخي، سأمزقك يا قاتل عمي. عندما تموت سأشرب من دمك، سأشرب من دمك. كفي عن العويل يا هند، ليس عندنا وقت للنواح. هذه المرة سندع